ربما يكون أكثر الجوانب إثارة بالنسبة لمجموعة فاغنر هو كونها خارجة على القانون الروسي الذي يحظر تأسيس شركات أمن عام. وفي الحقيقة درجت موسكو على إنكار وجود مجموعة فاغنر حتى عام 2022. ويوجد في روسيا حاليا حوالي 11 شركة أمن عسكرية، تعد فاغنر أكبرها وأكثرها شهرة، وأصبح لها تورط في سوريا وأوكرانيا وإفريقيا ودول البلقان وأماكن مختلفة. وهي منظمة شبه عسكرية قادرة على تجاهل القوانين المنظمة للحروب وتجاهل اتفاقيات جنيف، وشركة تعتمد على نفسها في التمويل من خلال مشروعاتها التجارية، وهي بذلك شركة ضخمة لا تقدم خدمات الأمن والقتال والخدمات اللوجستية وخدمات المشورة للحكومات فحسب، وإنما أيضا تقوم بعمليات دعائية لعدد من الحكومات.